السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن سبيل المهدي، هو السبيل المؤدي إلى الله، وباقي السبل هل تعلمها؟ يعني سبيل المهدي هو سبيل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك سبل كثيرة غير سبيل المهدي عليه السلام وسبيل الرسول عليه الصلاة والسلام. فبدي أبلش أورجيكم أحباب بالله أنه هذا موضوع خطير جدا، ولازم تفهموه مشان تعرفوا شو هو السبيل الحقيقي إلى الله. قال تعالى بسورة المزمل آية 19: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يعني القرآن الكريم من أسمائه الذكر الحكيم، يعني بذكرنا إنه هذه تذكرة، يعني بذكرنا الله في الحياة الدنيا، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سورة الإنسان آية 3، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني الله سبحانه وتعالى أدانا السبيل، هناك إما نكون شاكرين لله وأما نكون كافرين بالله. يعني إيش هدانا الله سبحانه وتعالى السبيل؟ والسبيل كما تعلمت إخوان وأحباب الله الوحي اللي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو القرآن الكريم وطريق الرسول عليه الصلاة والسلام وخطواته، هي الطريق الوحيد إلى الله. طيب سورة يوسف ليش نقول كل مهدي له سبيل؟ هاي الآية بسورة يوسف آية 180، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إخواني بالله، هاي الآية صالحة أن تقول للمهدي عليه السلام. في ناس بيقول هاي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أسع قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هسع بنا نشوف السبيل، وانه يقول اخو ادعو، هذه سبيل ادعو الى الله. يعني بس هم الرسل والانبياء اللي بدعوا الى الله؟ طيب بسورة الفرقان آية 57، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. وبرضو هاي الآية للمهدي عليه السلام. وهسع اخواني بالله راح اتركوا كلامي، إنه مش بس الأنبياء والرسل هم اللي بدعوا إلى الله. هسا بسورة غافر، بسورة غافر آية 38، قال تعالى وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يعني ما لا هو رسول ولا نبي، وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. هسا بدي أجيب لكم إياها بالتفصيل، من هذا الذي آمن؟ مشان إيش نعرف إنه مش بس الأنبياء والرسل هم اللي بدعوا إلى الله ولهم سبل. من آية 28 بسورة غافر نزل تحت، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وأن يكو كاذبا فعليه كذبه، وأن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قومي
يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. من هم المسرف المرتاب؟ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. وسنرجع هنا على الرجل هذا الذي آمن، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. قلت لكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وإن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أفوض ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب خلنا نجي احنا على موضوع هذا الرجل الذي آمن. شو قال؟ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، مضبوط؟ وسبحان الله وما أنا من المشركين. إخواني بالله هاي الآية للمهدي عليه السلام. طيب وبدي أثبتكم كمان إنه أي إنسان مؤمن عنده علم بقدر يقول إيش من الدعاء إلى الله. بسورة الأعراف آية 193 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. يعني هنا بصفة الجمع، وأن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، يعني أي إنسان عنده العلم بالقرآن وبالإسلام وبشو أصول الدين بيقدر يكون إيش داعي إلى الله. أسعى المهدي راح يكون من الدعوة إلى الله. وهذه الآية لأنه إيش بقول لك قل هذه سبيلي يعني طريقته في العبادة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. طيب سورة الأنعام آية 153 مشان أرجعكم في سبل مش سبيل واحد. قال تعالى وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتتفرق بكم عن سبيله.
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يعني في سبيل واحد اللي هو الطريق أو الصراط المستقيم، ولا تتبعوا السبل، يعني في سبل أخرى، فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هسا بدنا نعرف شو هي السبل المختلفة عن سبيل اللي هو الطريق المستقيم أو سبيل المهدي اللي هو نفسه سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام. في سورة النساء آية 76 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يعني في سبيل لله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني اللي بيآمنوا بالله بيقاتلوا بس مشان يجعلوا كلمة الله العليا، أما الذين كفروا يقاتلوا في سبيل الطاغوت اللي هو الطاغوت اللي هو الحكام الطغاة، كل من طغى وجمع طواغيت. عشان هيك الطاغوت هو الذي ينفذ أوامر إبليس، يعني يحكم بعكس ما أنزل الله. بقول فقاتلوا أولياء الشيطان اللي هم إيش؟ الطاغوت، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هسا بدنا نشوف إيش السبل. في سورة الأنعام آية 55 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إذا يعني الله فصل الآيات في كتابه الحكيم وقال ولتستبين سبيل المجرمين، يعني في سبيل للمجرمين، إن المجرمين في جهنم خالدون. يعني سبيل المجرمين خالدين في جهنم، بس وين مكانهم في جهنم؟ ولكل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين يتساءلون، ولكل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني سبيل المجرمين هو كل من خالف أوامر الله يعتبر مجرم، يعني اللي ما صلى مجرم، اللي ما كان يآمن باليوم الآخر مجرم، اللي ما كان ينفق على الفقراء والمساكين ويدفع الزكاة مجرم، واللي كان يخوض بآيات الله ويستهزئ بها مجرم. يعني شو معنى مجرم اللي الله وليش وصفهم مجرمين؟ لأنه في أي قانون، بأي بلد بتكون أنت فيها قانون، القانون وضع مشان الناس يأخذوا حقوقهم مثلا، فبيجي واحد مثلا بقتل، ففي قانون البلد هذا القاتل يعتبر مجرم، والسارق مجرم، واللي ما بدفع الضريبة بتهرب من الضرائب برضو مجرم، والغشاش وآكل مال يعني اليتيم بالحرام، أو واحد مثلا نصاب أو مختلس بالقانون الدول مثلا مجرم. وبرضو في الإسلام المجرم هو إيش؟ اللي بخالف أوامر الله وبنفذ عكسها، بس ما بكون كافر فيها. يعني مثلا واحد عارف أن الصلاة حق وما بيصلي، هذا يعتبر مجرم، ما بيعتبر كافر. أما اللي ما بيصلي لأنه مش معترف بالصلاة، هذا يعتبر كافر. إذا عرفنا سبيل المجرمين. أسعى أحباب بالله، في سورة الأعراف آية 142 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح لي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يعني في سبيل المفسدين هم اللي بيفسدوا في الأرض. هسا المجرم غير المفسد، في سبيل المجرمين وهذا سبيل المفسدين، هم اللي بيفسدوا في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد يعتبر أخذ أو اتخذ سبيل المفسدين.
إذا في سبيل المجرمين وفي سبيل المفسدين. طيب هسه سورة الأعراف آية 46 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن في سبيل الرشد اللي هو الصراط المستقيم، وفي سبيل الغي يتخذوه سبيلا اللي هو سبيل البغي والظلم لأنهم متكبرين. إذا في عندنا سبيل المجرمين، سبيل المفسدين، وسبيل الغي. طيب هسا سورة يونس آية 89 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إذا في سبيل الذين لا يعلمون، يعني صار أربع سبل: سبيل المجرمين، سبيل المفسدين، سبيل الغي، وسبيل الذين لا يعلمون. طيب هسه عم نقول لكم سورة العنكبوت آية 12 قال تعالى: وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. هسا الكفار بقول للمؤمنين اتبعوا سبيلنا، يعني طريقتنا في العبادة. الكفار إلا بقول مجرم يعني كفر بالله سبحانه وتعالى فإله سبيل الكافرين، فبقول لك إيش اتبعونا وبنحمل عنكم خطاياكم وهم مش حاملين خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. أحبابي بالله، ما في إلا سبيل واحد، هو سبيل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي عليه أفضل الصلوات والسلام، واللي بتاخده المهدي عليه السلام هو نفس السبيل. سبيل المهدي وسبيل الرسول عليه الصلاة والسلام واحد، لأنه المصدر واحد، كتاب الله وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع غير سبيل المؤمنين، غير الصراط المستقيم، خالد مخلد بنار جهنم.